اوقات كان في مؤسسين بيقولوا لكم ان هم باعوا اللي وراهم واللي قدامهم عشان يعملوا البروتوتايب او ياسسوا الشركات، هل ده بيأثر على حكمكم ولا لا؟ خلونا نشوف نموذج ادو اللي قالوا للجنه ان هم باعوا عربيتين علشان مشروعهم والناس في البيت طبعا ما كانوش طايقينهم. أمير الخيعي، محافظة الغربية، مالك مؤسس تطبيق آدو، آدو أدفرتايزنج أونلاين، تطبيق وموقع إلكتروني للإعلانات المبوابة. بتكسب والوقت عدى في البيزنس موديل قايم على البريموم، إحنا بنقدم الخدمة مجاني ومفتوحة في مقابل إنك لو حابب تحصل على مميزات إضافية، تشتري باقة أو عشان تحصل على عدد مشاهدات أكتر أو تمام. في خلال الست شهور اللي فاتت كام واحد اشترى الباقة دي؟ مش مركزين قوي على ده، على اكتر الاستحواذ، مركزين على الاستحواذ اكتر. حضرتك بتصرف دلوقتي بالظبط؟ صرفت قد ايه في الحرق ده؟ حلقات قد ايه بقى؟ انا عربيتين كروز والانترال في البيت مش طايقني، وشويه سيوله جنبهم يعني. ايه ده، انت حلقت عربيتين؟ بس انا عشان السبب ده انا هقول لك فرصه ثانيه. بالنسبه لي السوق صعب وهو مبني على حرق، فانت يعني مش هينفع، العربيات دي مش تبقى كفايه. انا فرصة تانية عشان البيت ما يزعلش منك أكتر من كده. اسمح لي أضم صوتي علشان مش عشان حاجة، علشان فعلا الوقت اللي جاي مش وقت حرب. إمتى بتقول لرائد الأعمال، كلكم اديته فرصة تانية، إمتى بتقول لرائد الأعمال بس كفاية حرق؟ لا مش صح فكرة إنك بعت اللي وراك واللي قدامك. يعني قابلنا المنظر ده كتير حتى جوه برنامج فرصة وبنشوفه كل يوم. في ناس ممكن فعلا بيبقى البيزنس بتاعها كان ماشي كويس وحصل مشكلة، فساعتها بتضطر يبيع حاجة أو يشتغل شغل تاني. ده هنا رائد الأعمال بيبقى بيدور على حل عشان يكمل، وهتلاقي ناس كتيرة ومستثمرين ممكن تقف في ظهره. لكن لما يبقى البيزنس موديل او طريقه البيع او طريقه الموديل البيزنس كله مبني على فكره ان انا بستحوذ على سوق لمجرد الاستحواذ، لمجرد ان يبقى عندي ارقام، لا ده مش البيزنس اللي هيكبر. ويعني ممكن في بعض الاوقات كان لسه في استثمارات كتيره بتضخ بالفكر ده، لكن الفتره اللي جايه خلاص. اعتقد ان لا، البيزنس اللي مش هيتحرك في القفص. كان في يعني شركات ما حالفهاش الحظ، خدوا فرصه تانية. بصراحه انا كنت متعاطفه معاها جدا، لانهم قصه كفاح الحقيقه عظيمه وبتحل مشاكل. خلوني اعرض لكم واحد منها اللي انا كنت حبيتها قوي، نابوليا. الضمايطه بقى اللي بيحاولوا يدعموا صناعه الاساس في دمياط وبيساعدوا الورش اللي يعني موجوده هناك وبيبيعوا ويصدروا اساس في دمياط من خلال ابلكيشن. نشوف نابوليا. احنا عملنا فكره نابوليا عشان نقفل الجزء بتاع التسويق، وان احنا نقدر نظهر المنتج الدمياطي الكواليتي العالي في مصر وبره مصر. فعندنا مشكلتين في الاساس. في مشكله في الجانب الاجتماعي، ان احنا عندنا صناعيه كتير قفلت ورشها بسبب الانفليشن اللي حصل الفتره اللي فاتت، فاحنا بنحاول نساعدهم في التسويق. انت لو بتساعد اصحاب الورش ان هم يوصلوا في ظل ان احنا خارجين من ازمه كورونا، انا هدي لك فرصه. شكرا، انا عاجبني اللي انتوا بتعملوه، هدي لك فرصه. الف شكر. شكرا احمد، انا لسه مش شايف الميزه التنافسيه بالنسبه لك وبالنسبه لحد في نفس المكان، فمعلش فرصه ثانيه. مش مشكله، انا مش عارفه ايه اللي يأهلك اللي انت تضمن الجوده بتاعت ناس تانيه بتصنع في مصر. فانا دي قرار تاخدي قرار. ماشي خلاص. عادة المنصات الإلكترونية لوحدها مش كفاية إنها تقدر تساعد أصحاب الورش إن هم يشتغلوا، لأن المنتجات اللي أنت بتبيعها منتجات طويلة الأجل وبتحتاج الناس إنها تنزل تبص عليها وتعينها بنفسها. فعشان كده أنا بعتذر لك فرصة تانية. ليه فرصة تانية؟ ليه الناس عندها طموح؟ ليه فرصة تانية؟ ليه حاجة على حاجة؟ يعني يمكن المشروع ده من أكتر المشروع اللي أنا حبيتها بشكل شخصي، ولكن أديتها فرصة تانية. وكان السبب بالنسبة لي هو في رسالة هم بيحاولوا يعملوها، بيحاولوا يساعدوا فعلا أصحاب الورش. وإحنا عامة بنحاول على قد ما نقدر إن إحنا نحافظ على المهن والحرف اللي موجودة عندنا، ولكن أنا كنت ببص عليها من وجهة نظر استثمارية بحت. أنا كمستثمر دلوقتي لو هحط فلوس في الويب سايت أو البلاتفورم اللي هم بيعملوه، هعرف أرجع الفلوس دي تاني؟ هعرف أكبر البيزنس؟ هيعرف يعمل فلوس ولا لا؟ مشكلتي الأساسية في الطريقة اللي هم كانوا شغالين بيها من خلال الويب سايت، إن نقطة التلاقي ما بين البايع وما بين المصنع هتحصل بره الويب سايت.
فبزنس كويب سايت وكبزنس ذات هو مش هيدر العائد او هيدر عائد مره. فانتوا بتبص على البزنس مره. انا ببص على البزنس لازم. برضو كان في علي الششتاوي من دمياط سكوربيون بوت، انا اتاثرت بقصته جدا برضو، ابوه رجل نجار بسيط من دمياط كافح عشان يخليه قبطان بحري وازاي اسس الشركه. الحاجات دي ما بتاثرش فيكوا حسن؟ بتاثر طبعا، بس في الاول وفي الاخر انت بتحاولي توصلي للمشروع اللي هيوصل انه يقدر يعمل فرص عمل، ان هو ده اللي هم محتاجين يعملوه وده اللي البلد محتاجاه، ان النهارده الشباب مش ما بقاش بيدور على فرصه عمل، ان هو يساعد نفسه ويساعد غيره. ممكن اعقب بس تعقيب بسيط على نابوليا ولا في وقت؟ ده اتفضل سريعا. خليني اقول بس ان النوع ده من الحرف في مصر او النوع ده من الصناعه في مصر مطلوب جدا، وبالذات ان احنا بنعمل الذوق الاوروبي. فدمياط انا يمكن نتيجه شغلي الاستشاري اللي قبل كده كنت لفيت لفه يعني وشفت عدد كبير من العملاء في الحته دي، فحابب بس اقول رساله من الحته دي ان لا، صناعه الاساس في مصر بالذات في دمياط صناعه مهمه جدا، النوع ده من الاساس والذوق ده من الاساس مطلوب جدا بره، بس النافذه عليه مش معموله بالشكل الصح. فلو احنا فعلا قدرنا يمكن عن طريق برنامجك نسلط الضوء على ان صناعه الاساس في دمياط عاليه الجوده جدا بتخدم الذوق وليها زبونها بره مصر، وهكرر تاني حته بره مصر صحيح. في التصدير بس نحط النافذه عليها. طب انا وقتي خلص سريعا بقى في ثواني، هتقولوا لي بقى تقييمكم للحلقات، فاضل خلاص حلقه تصفيات الاسبوع المقبل، وابتدي بيك يا دلال. تجربه رائعه ان احنا نلف مصر كلها مع الفرصه ونشوف كل الشركات دي، سعداء جدا ان احنا بجد يعني مع لجنه التحكيم دي شفنا كل ده. ميرسي ليكم. مبسوط جدا ان انا كنت موجود، ومبسوط قوي ان كل الناس اللي بتتفرج هيجي لها فرصه ان هي تاخد شويه من الفيدباك اللي احنا عملناه، وهوبفلي الحلقه دي كمان تكون زودت لهم معلومات اكتر عن احنا بندور على ايه ومش بندور على ايه. علي. التجربه كانت ممتازه بالنسبه لي، خلتنا نعرف نسلط الضوء على نماذج ناجحه كتيره جدا، مش شرط انها تكون موجوده في القاهره او في اسكندريه او في المنصوره او غيرها، ولكن موجوده في صعيد مصر وفي كل حته، وكان دورنا ان احنا نحاول نوري الناس على قد ما نقدر ازاي تبقى رائد اعمال والشغف للناس كانت بتحاول تشتغل بيه. ساره انا متحمسه جدا اشوف الشركات دي كلها بتنجح وافكار جديده تطلع من البرنامج للموسم الجاي واللي بعديه واللي بعديه ان شاء الله. ان شاء الله. وحسن كلمتين، اول حاجه مصر ولاده، تاني حاجه محدش خسران، يا ريت فعلا المردود اللي احنا قلناه يتاخد وفي نفس الوقت كل الناس اخذت الفرص. وانا عايز اشكركم على المجهود الكبير انكم لفيتوا معانا المحافظات. الاسبوع الجاي يوم الاربعاء حلقه التصفيات، حلقه ساخنه جدا جدا جدا. اعتقد ماتش الاولمبي ايه يا جماعه؟ 1-0 1-1 عندنا لاعب الطرد مصر والمغرب. نتمنى التوفيق للفريق المصري. دي كانت حلقتنا، نتقابل بكره باذن الله. هذه لميس الحديدي، تصبحوا على خير.